ويعتبر يوم الحياه الفطريه الخليجي الذي يصادف اليوم مناسبه للتاكيد على اهميه التعاون الاقليمي والدولي في سبيل الحفاظ على البيئة والتنوع البيولوجي ومساهمة الحياة الفطرية في تحقيق التوازن البيئي. كما تسلط هذه المناسبة الضوء على أهمية التشريعات الوطنية التي تمهد الطريق لأفضل الممارسات في مجال حماية البيئة. وللحديث حول هذا الموضوع معنا عبر الهاتف سعادة الدكتور محمد علي حسن، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس. نرحب فيك دكتور محمد في نشرة أنباء الثالثة. وبداية، ما أهمية تعاون دول مجلس التعاون في المجال البيئي؟ شكرا لكم تلفزيون البحرين على تسليط الضوء في هذا المجال المهم. وأعتقد أن تخصيص دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية يوم في السنة وهو 30 من ديسمبر من كل عام للاحتفال بالحياة الفطرية دليل واضح على الاهتمام الرسمي من قبل دول مجلس التعاون مجتمعة أو منفردة بهذا الأمر، حيث أن الحياة الفطرية هي كما هو معروف للجميع هي الحياة الطبيعية التي قبل أن يتدخل الإنسان فيها، لذلك سميت فطرية، وهي التي تشمل النباتات والحيوانات الموجودة في الطبيعة دون تدخل الإنسان في كينونتها. فيحدث التأثير على هذه الحياة الفطرية عندما يتدخل الإنسان لمصالحه الخاصة، سواء كان من خلال التحكم أو الصيد أو استخدام مواد ضارة أو التلوث أو إلى آخره، فيسبب ذلك ضررا على الحياة الفطرية. ودول مجلس التعاون مهتمة بهذا الأمر منذ زمن لا بأس به، منذ زمن طويل. فهناك اتفاقية خاصة بحماية الحياة الفطرية، ولازم نعرف أيضا لماذا دول مجلس التعاون تهتم بهذا الأمر. ذلك لاعتبار مهم أن البيئة أو الحياة الفطرية في دول مجلس التعاون تكاد تكون متشابهة في كل دول المجلس، بحيث أن المناخ متشابه، الحياة الفطرية من حيث وجود النباتات والحيوانات متشابهة، ومن حيث وجود هذه الأصناف وهذه الحيوانات في البيئة الطبيعية بين دول مجلس التعاون تكاد تكون متشابهة. وأيضا حتى التطور العمراني والمدني الذي حدث في دول مجلس التعاون أيضا متشابه، لذلك لا بد من تعاون في هذا المجال بين دول مجلس التعاون الست. نعم دكتور، إذن ما هو دور التشريعات الوطنية والخليجية في الحفاظ على البيئة وعلى هذا التعاون أيضا؟ التشريعات هي الأساس، لأن هي التي تمنع، إذا ما طبقت تطبيقا سليما تمنع التدهور الذي قد يحدث لا سمح الله في الحياة الفطرية أو الطبيعية. دول مجلس التعاون كما ذكرت هناك اتفاقية بين دول المجلس لحماية الحياة الفطرية، وأيضا نحن في مملكة البحرين لدينا القوانين المهمة في هذا المجال. فهناك قانون البيئة الذي صدر منذ عدة سنوات وهو يفرد بابا خاصا لحماية الحياة الفطرية، وهناك أيضا قانون حماية الحياة الفطرية، وقانون آخر صدر قبل فترة بشأن حماية الأصناف النباتية، وهناك قوانين أيضا خاصة صغيرة تتعلق بتنظيم الصيد، حماية النخيل. جهود مملكة البحرين لسن التشريعات أو حماية الحياة الفطرية واضحة من خلال المجلس الأعلى للبيئة بقيادة سمو الشيخ عبد الله بن حمد آل خليفة. فهناك اهتمام واضح بالحفاظ على التنوع البيولوجي، وكذلك إنشاء المحميات والحدائق العامة وزيادة الرقعة الخضراء وزيادة نباتات القرم الذي ذكر في تقريركم. نعم، سعادة الدكتور محمد علي حسن، عضو مجلس الشورى، رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بالمجلس، شكرا جزيلا لك.